والآن نتحول إلى أخبار الطقس. ووقفة أخيرة مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا لكما. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ودافع على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من محافظة القاهرة ودرجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 9 مائل للبرودة، الإسكندرية 17-10 مائل للبرودة، مطروح 17-8 مائل للبرودة، أيضا بورسعيد 17-10 مائل للبرودة، الإسماعيلية 18-8 مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10 ويكون الجو مائل للبرودة، في العريش 16-8 ويكون الجو بارد، في طابة 18-11 يكون الجو معتدل، في شرم الشيخ 23-15 معتدل، في الغردقة 23-14. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 والصغرى 12 ويكون الجو معتدل، وفي أسوان 29-13 ويتسم الجو بميله للحرارة، في الوادي الجديد 27-12 يكون الجو معتدل، في شلاتين 27-14 معتدل أيضا، وأخيرا في حلايب 25-15 ويكون الجو هناك أيضا معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.